السلام عليكم. أول شيء قيس الله يعينك الحين. اشتغل. أنا دوم أعاني من technical problems فتحملوني شوي. أوكي. يقولون الإنسان يتعلم بطريقتين، يا أن تواجه صعوبات أو أن يسمع قصص. نحن واجهتنا وايد صعوبات، بس اليوم بنقول لكم القصص اللي تعلمناها. أول شيء حق اللي ما يعرف، نحن مجموعة من الشباب هدفهم الرئيسي نشر ثقافة العمل التطوعي المبتكر من خلال الأعمال المجتمعية بالتركيز على فئة من فئات الشباب. يعني نختار فئة ونسوي لهم فعاليات خلال السنة، نحاول أن نتعرف عليهم، يعني نساعدهم بطريقة غير مادية. فكانت التركيز، ركزنا سنة 2010 لين 2011 على الأيتام، سوينا لهم فعاليات رياضية، سوينا لهم فعاليات ترفيهية، تثقيفية، تراثية، اللي تبونه، تعلمنا رسم، طبخ، فنون قتالية، أي شيء، كل شيء. في وايد ناس يسألوني شو السبب أو شو القصة اللي ليش سويتي هالفكرة، من وين جت هالفكرة، من وين استوحيتي هالفكرة. كنت دائما أجاوبهم بنفس الجواب، إنه أكيد كل واحد فينا، أكيد كلنا فكرنا في هالشيء في يوم من الأيام، هو يعني هي فكرة تمر على بال أي إنسان. وكانت دائما ردة فعلهم وحدة، النظرة. كانوا دائما يعطوني النظرة إن أوكي وبعدين أكيد في شيء أكثر من شيء، أكيد صار لك شيء، أكيد أنتي ما بقادرة تذكرين شو استوالك. فحاولت إني أسترجع ذكرياتي، هل صار لي شيء في طفولتي أنا ما بقادرة أتذكره؟ فتذكرت ان انا في طفولتي كانت هوايتي المفضله ان انا اطلع مع ابوي، واحنا راجعين كان يشتري لي كوبونات من جمعيات خيريه، ومع كل كوبون يشتري لي اياه كان يقول لي قصه، كان يقول لي اليوم اكلتي فقير، اليوم لبستي، اليوم اشتريتي له هديه، اليوم بنيتي مسيد، اليوم كنتي سبب في سعادتي. فكان كل كوبون بالنسبة لي مثل شخص، كنت أتخيل ملامحه، كنت أتخيل ردة فعله، كنت أتخيل هل هو فعلاً استانس من الشيء اللي أنا سويته ولا لا. فكان ما كان يكفيني أبداً أني بس أشتري، يعني أشتري هالكوبونات. فإذا حد سألني قبل 7 سنين شو تبغين تستوين يوم تكبرين، كنت أكيد بجاوبهم سفيرة سلام في العالم. طبعاً اليوم هالشيء يضحك، تقدرون تضحكون عليه، بس الدنيا مو بأبيض وأسود، يعني أكيد في شيء كنت أقدر أسويه بدون، يعني بدون ما أتريى أني أسوي سفيرة سلام. فكلمت بعض من معارفي ولسنا كلنا مع بعض، بدينا نتكلم كل واحد عن الأشياء اللي حاب يسويها. فكل واحد فينا بدأ يتكلم، بدأ يقول أنا بسوي شيء، أنا بسوي شيء، أنا بسوي شيء. وهاليوم تأكدت أن الإنسان لازم يحدد أفكاره، لازم يكتبها عشان يقدر ينفذها، لأن كل واحد فينا كان بكل سهولة يتكلم ويقول أنا بسوي 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 بسوي، بس وقت التنفيذ كان هالشيء صعب. هاليوم تأكدت أن هي فكرة ما كانت بس على بالي أنا، كانت على بال كل إنسان أنا كلمته، كل إنسان بغيت أنه يساعدني. ما عليه. فخذت موعد مع احد الجمعيات اللي كان ممكن انها تساعدني مساله التراخيص. هاك الوقت شو السالفه؟ هاك الوقت ما كنت احس ان يعني عندي فريق اقدر، يعني ما كان الفريق قوي، كانت مرحله حساسه بالنسبه لنا لان ما حد كان يعرف الثاني. بس يوم المقابله هاي مع الموعد اللي اخذته كان صار يعني شيء غريب. أولاً لأن أعطوني موعد مع شخص أصلاً ما يخصه بمسألة التراخيص، يعني ما كان يقدر يساعدني حتى لو يبغي يساعدني. ثانياً لأن أي شيء سلبي ممكن تتخيلونه قال لي، يعني خلوا خيالكم يأخذكم لأبعد الأماكن، لأن فعلاً قال لي كل الأشياء اللي أنا اليوم ما أقدر أقولها. ثالث شيء، وهالوقت اللي عرفت وتأكدت أن هالإنسان ما بيساعدني حتى لو يبغي يساعدني، أنه قال لي مروة أنت الشخص الوحيد اللي مصر إنه يكمل حتى بعد ما سمع كل هالأشياء، متأكدة إنك بتكملين ولا بتعرسين وبتجلسين في البيت؟ فبعد مناقشات طويلة وعريضة وبدينا نتكلم استنتجنا، أو بالأصح كانت نصيحته كلمي فلان بن فلان،
ما أقدر أقول شخص اسم الشخص، بس اتصلت فيه وكلمته وكنت وايد جادة إني كنت وايد متحمسة وأشرح له ليش أبغى أسوي هالشيء، شو فكرتي، شو طموحي، شو نظرتي المستقبلية، كيف أقدر أغير، كيف أقدر أساعد، يعني قلت له كل شيء. وفي النهاية قال لي مروة بابا لا تسوين هالشيء، حسسني إني طفلة وما أقدر أسوي شيء. لكن بعد سنة بالضبط تمت دعوتي أنا وهو أن نتكلم على نفس المنصة عن نفس الموضوع اللي هو رفض أن يساعدني فيه، وهو اللي كان منظم الحفل. فهالوقت فهاليوم تأكدت أن يوم يقولون لكل مجتهد نصيب، ها صدق 100%. اليوم الفريق استوى عائلة، وكلنا يعني نحن فريق مكون من 25 شخص، كنا واقفين مع بعض، كنا مستعدين نواجه أي تحديات تواجهنا. فإذا حد سألني قبل سنة منو قدوتك في الحياة، كنت بجاوبهم بدون تردد، بدون ما أفكر، محمد علي كلاي. مو بلأن أحب المصارعة، لا ما أسوي هالأشياء، بس أنا هو شخص احترم العدو والصديق، هو شخص اتمسك بمبادئه من أول ما بدأ لين ما خلص، ولو بيس أتكلم عنه ما بخلص من كثر ما أنا معجبة بشخصيته. لكن اليوم عندي 25 قدوة. اليوم تعلمت منهم دروس مستحيل كنت بتعلمها في مدرسة أو في كتاب أو بقرأ عنها في أي مكان ثاني، لأن بس من خلال التجربة تعلمت هالشيء. أولاً تعلمت من بدر أن الإنسان مهما كبر ومسك مناصب لازم دائماً يتحلى بالتواضع، لازم يحترم الوقت، يحترم الغير. تعلمت من دينا أوكي دينا أن الإنسان لازم دائماً يجدد أحلامه ويتحلى بالمثالية. ما تكفيها دينا كلمة أن نحن وصلنا اللي كنا نطمح له، لا، لازم دائماً نجدد هالأحلام. تعلمت من عبد الله، وعبد الله طبعاً كلكم تعرفونه لأن هو مقدم الحفل. عبد الله أظني المنظمين اليوم يعرفون هالشيء، أن يبلغ مشكلة يقول لا تكلموني على المشكلة، قولوا لي شو الحل، شو نسوي. دائما متحلي بهالإيجابية، أنه ما يفكر بالمشاكل اللي نحن نواجهها، يفكر بالحلول اللي لازم نسويها. تعلمت من حصة ما يبين ويها حصة علمتني يعني أجمل درس بالنسبة لي، أن الإنسان وايد سهل يقول شكرا على الجهود اللي بذلتوها، انا وايد اقدر هالشيء، بس وايد صعب انه يوصل هالفكره بصدق وامانه. يعني لازم دائما الواحد يوم بيشكر حد يعبر له بكل صدق. حصه ما نسيت في حياتها تشكر حد على اي شيء سواه، لو كان صغير او كبير. تعلمت من محمد عطاني هالدرس في الوي، يعني ما تري اني افهمه، قال لي اياه. محمد قال لي مروه انا ما ابغيك تكونين رئيسه، ابغيك تكونين قائد، وفي فرق بين القائد والرئيس. قال لي القائد يخلي الناس يبغون يسمعون كلامه، والرئيس يأمرهم ويغصبهم يسوون هالشيء، وأنا ما أبغيش تغصبين حد. أشكره لأنها أهم درس بالنسبة لي، ولو بكمل العشرين الباقين حد بينزلني الحين وما نبغي هالشيء يستوي. في ثلاث أشخاص علموني أن الدنيا بخير، أن الدنيا بخير. أوكي. الشيخ منصور بن محمد، الأستاذ عبد الباسط الجناحي، والأستاذ إيمان. هالثلاث أشخاص يوم كل البيبان انسدد فيهنا ساعدونا بطريقة يمكنهم ما كانوا يقدرون يساعدونا بالطريقة اللي نحن كنا نتمناها أو أننا نبغيها، بس قدموا لنا فرصة. والإنسان لازم دائما يستغل أي فرصة تكون موجودة قدامه عشان يثبت عمره. يعني لو أي حد ثاني ما توقع أنه بيقول أعطوني الشيء اللي تقدرون تقدموا لي إياه، أنا ما يعني في وايدين ما يستغلون الفرص اللي موجودة قدامهم، لأن ما تبين، يعني بالنسبة لهم هي مو بالفرصة اللي هم يتريونها، بيتمون يتريون، بس وكل واحد بيحط إيده على خده بيقول بتريا، ما حد بيسوي شيء، ما حد بيوصل المكان. فالبارحة بسبب أبوي كنت أنا أتخيل الناس اللي ساعدتهم، بس اليوم أنا مو مضطرة أسوي هالشيء لأني أعرف كل شخص أنا ساعدته. أتمنى أني أكون أثرت في حياتهم، أعرف أسماءهم، أعرف أحلامهم، أعرف طموحاتهم. يمكن ما قدرت أساعدهم،
بس أقل شيء سويته أني قدمت لهم مساعدة. فلو كل البيبان انسدت في فيهكم، لو أي شيء استوى، في يوم من الأيام بتشوفون نتيجة تعبكم، نتيجة جهودكم، لو كان من خلال ابتسامة على وجه طفل. شكراً.